تتطلب أحيانا المنافسات الرياضية البحث عن حلول غير مألوفة للفوز، لكن أحد مدربي حراس المرمى في زامبيا تجاوز الخطوط الحمراء ليتعرض للإيقاف من اتحاد كرة القدم في بلاده بسبب تصرف غير رياضي، ليعاقب مدرب الحراس بسبب حركة غير أخلاقية تتعارض مع قيم ونزاهة كرة القدم، حيث تستخدم هذه الطقوس في قارة أفريقيا للمساعدة على الفوز بالمباريات. والغريب أن هذه الطريقة لم تفلح معه بسبب خسارة فريقه بهدفين. وتأتي هذه الحادثة بعد أن اتهم مدرب زيمبابوي منتخب الكاميرون باستخدام السحر في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين بعد العثور على خفاش نافق على خط منتصف الملعب قبل مواجهتهما. ما رأيكم بهذه الطقوس الغريبة للفوز بالمباريات؟